السلام عليكم. أول شيء نشكر لكم حضوركم جميعا وحسن متابعتكم وحرصكم، وأشكر الزملاء أيضا أكيد معنا في الكلية الدكتور منصور والدكتور صقر وأيضا الدكتورة ميسون على هذا التنسيق وعلى إفادة الطلاب بالإجراءات المتعلقة بالعملية التعليمية. ما راح أطول عليكم، أعتقد ما شاء الله الزملاء غطوا جوانب كثير في ال ما في شير سكرين، هنا في شير وايت سكرين فقط للأسف، لكن ما يمنع. أنا كنت بدي أدخل على الموقع الجامعة وأريكم كيف توصلوا للتقويم الأكاديمي، وهذا أهم شيء وأيضا طرق عليه الدكتور صقر كذا مرة. التقويم الأكاديمي مهم جدا أنكم تطلعوا عليه بشكل دوري، وهو يبين فيه أيضا فتح باب التسجيل للمواد، في أيضا كذا استفسار ورد عن عملية التسجيل، كله واضح لو تشوفوا في الأخبار اللي تطلع بشكل دوري أيضا في على موقع الجامعة، بيبين لكم أنه فتح باب التسجيل من تاريخ كذا لتاريخ كذا بروابط أيضا، فكيفية التسجيل وما إلى ذلك، في التسجيل المقررات الدراسية في رابط، في آلية استعراض المقررات المتاحة أيضا برابط، و أيضا استعراض الشعب والمقررات برابط آخر. فمهم جدا موقع الجامعة هو محطتكم الرئيسية في جميع المعلومات. ما راح أقدر أيضا أبين لكم، لكن في الشريط الرئيسي فوق إذا تضغط عن إدارة الجامعة. ممتاز. واضح لكم الآن؟ ان شاء الله انه واضح. هذا موقع الجامعة. واضح ان شاء الله. واضح؟ اي نعم واضح. هنا يبان لكم التقويم الاكاديمي. فتضغط المزيد تجيك صفحة التقويم الاكاديمي، وممكن انكم تضيفوها في المفضلة عندكم. هذا الرابط تحطه عندك كبوك مارك ترجع له بشكل دوري. فانتم جميعكم طلاب بكالوريوس، في ايضا تقويم اكاديمي للدراسات العليا، لكن هنا ايضا مفصل ل الفصول الدراسية، فصل دراسي أول ثاني والفصل الصيف. زي ما تشوف هنا تاريخ محرم 4 محرم، فترة تفعيل خدمة معادلة مواد السنة الأولى المشتركة، وفي أيضا 4 محرم طلب تأجيل الدراسة، 5 محرم اللي هو أيضا يوضح لك في نفس النص الموافق 24/8 اللي هو يوم غد، وتنتهي يوم الاثنين 12 محرم اللي هو موافق 31/8. فالشرح يوضح لك التاريخ بالميلادي، وفي البداية يكون كله بالتاريخ الهجري. أيضا جاء كذا استفسار عن تغيير الفرع وتغيير التخصص، تجدوها أيضا في التقويم الأكاديمي، توجد فترة طلب تغيير التخصص تغيير الفرع وإعادة القيد اللي هو يوم 15 ربيع الأول الموافق 1/11/2020، وتنتهي يوم 26/11/2020. واضح. فهذا مهم جدا تقويم الأكاديمي أنكم توصلوا له بشكل سهل وتطلعوا عليه بشكل دوري. أيضا موقع الجامعة زي ما قلت لكم الأخبار أو شريط الأخبار مهم جدا. هنا موعد بدء التسجيل الفصل الثنائي، مو هذا اللي نحتاجه. تبغوا مثلا بدء تسجيل مقررات البكالوريوس، هذا اللي يهمكم. بكرة راح تتاح الخدمة للتسجيل، والرابط إذا فتحت الإعلان في جميع التفاصيل بالبدء، تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء، وأيضا الروابط المهمة لذلك. في أيضا في موقع الجامعة الرئيسي شريط فوق يوضح لك جميع أقسام الجامعة وإداراتها وكلياتها. فإذا جيت لإدارة الجامعة، العمادات المساندة، في عندنا عمادة قبول وشؤون الطلاب. طبعا أنت تحتاجون الكليات وكلية العلوم الإدارية للاطلاع على الخطة الدراسية وما إلى ذلك، لكن الآن أنا بناقشكم عن قبول وشؤون الطلاب. هنا مرجعكم الرئيسي لجميع النقاط اللي طرق لها الدكتور صقر في اللوائح والأنظمة. هنا عشان لا تضطروا تسألوا بشكل دوري، هنا الأنظمة واللوائح توضح لك
في لائحة الدراسة والاختبارات المرحلة الجامعية والقواعد المنظمة للائحة الدراسة والاختبارات، جميع شروط طي القيد، إعادة القيد، الساعات، الأعذار، أيضا في لائحة تأديب الطلبة، شروط المعادلة المقررات، ولائحة آداب تغيب عن الاختبارات. فهذه اللوائح مهم جدا أنكم تطلعوا عليها، يكون عندكم تصور عليها عشان تكونوا في ماشيين بشكل نظامي في الجامعة وبشكل سليم. ففي العمادة عندنا اتصل بنا أيضا، نحن الجماعة العمادة عمادة شؤون الطلاب، احنا مع الطالب من بدءا من قبوله للجامعة وحتى تخرجه وحتى أيضا ما بعد التخرج. فبعد استلام الوثيقة عندنا أيضا علاقة الخريجين كلها مرتبطة بعمادة شؤون الطلاب. ففي عندكم أول قسم القبول اللي هو admissions at seu.edu.sa، في التسجيل بعد قبول وانتظامك سواء في عمادة السنة المشتركة أو في الكليات، في حالتكم كلية العلوم الإدارية والمالية، أي استفسار يتعلق بالتسجيل، حدث لك مشكلة، أي إن كان في إيميل اللي هو registration at seu.edu.sa. وفي بعد كذا إن شاء الله بعد فترة ليست بطويلة ستكونوا أنتم في وحدة الخريجين، وأيضا يكون graduation at seu.edu.sa لأي استفسار عن الوثيقة أو ما بعد. في شؤون الطلاب إيميل اللي هو s.affairs اللي هو زي student affairs at seu.edu.sa، وفي وحدة إرشاد نفسي واجتماعي لو لا سمح الله كان في أي احتياج لها، أيضا لها إيميل اللي هو pscu at seu.edu.sa. طبعا إذا حصلت لكم مشكلة هذا لا يعني أنكم لازم ترفعوا طلب على كذا جهة، في دعم هو ممكن يكون أفضل طريقة لإرسال المشكلة وشرح عن المشكلة اللي تواجهكم. ممكن ترسلوا إيميل، لكن أنك ترسل لكذا جهة ممكن تسبب ربكة لأنه شخص أو جهة عالجت الطلب وأيضا توصل نفس المشكلة لجهة ثانية فما يعرفوا إيش اللي تم وإيش اللي ما تم. فأحرص أنك تختار جهة واحدة أو طريقة واحدة، إذا تأخروا في الرد يوم يومين بعد كذا ممكن تتابع. وبكذا أنا أختتم البرزنتيشن، شاكر ومقدر لكم حضوركم زي ما قلت واهتمامكم، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حياتكم العلمية والعملية، وبإذن الله نشوفكم إن شاء الله في أعلى المراتب.